في بلاد الخير إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الوطني وثائقي نجاح، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد سليم شعبان سليم. هلا بك. بداية حابين نتعرف على شخصك الكريم، ومين هو السيد سليم شعبان سليم وكيف كانت بداياتك قبل الإمارات؟ أنا اسمي سليم شعبان سليم من مصر. أهلا وسهلا. جيت الإمارات سنة 2016، أنا خريج بكالوريوس تجارة. طبعا هذا المجال أنا اشتغلت فيه هنا في الإمارات. أول ما بدأت جيت اشتغلت في شركات، اشتغلت سيلز، اشتغل بنفس المجال طبعا، وحبيت المجال وعرفت المجال، وزي ما حبيت أن أتطور من نفسي وأفتح بيزنس لحالي، فتحت بيزنس من سنتين. طبعا أنا مجالي توريد وتركيب الحجر الصناعي لجميع أنحاء الإمارات، الفلل والبنايات. حابين نتعرف شوي، حسيت حالك قبل ما تبلش البيزنس تبعك، حسيت حالك انه عندك الخبره الكافيه لتبلش بثقه؟ طبعا. تبلش بقوه يعني؟ طبعا طبعا، عندي خبره في الجوده، عندي خبره في المعامله، طبعا بعت سهولات كتير للملاك والمقاولين، طبعا طبعا عندي معارف، جمعت الكلاينتس او المعارف لدرجه انه حسيت حالك يعني انا لازم اعمل كل الماي كواليفيكيشنز، الماي باور، كله لازم احطه بزنس لإلي. طبعا طبعا، ما يعني انا خدت الخبره وخدت ما في الكفايه، خلاص فكرت اني افتح بزنس لنفسي. طبعا احنا في دوله الامارات، دوله عظيمه، يعني دوله في لك الحريه في كل شيء، تقدر تفتح بزنس وانت مش خايف بسهوله. طبعا القوانين هنا ما شاء الله، يعني ما تخافش من اي حاجه، على الوافد وعلى المواطن القوانين، فهذا طبعا اكثر شيء خليني احب افتح بزنس في دوله الامارات. قديش كان صعبة أو سهلة بالنسبة للسنة؟ والله طبعا أي بيزنس جديد بيكون صعب من الأول، في طبعا بيزنس جديد، الناس لسه مش عارفة البيزنس، الناس مش عارفة الشركة، مش عارفة اسم المصنع، طبعا تتعب لغاية ما توصل، والحمد لله بقالي سنتين فتح البيزنس ووصلت الحمد لله، وعندي معارف واشتغلت وماشي الحمد لله، ماشي الحال الحمد لله، بقيت أشتغل الحمد لله. متعرف هلا على لينكستون؟ تفضلي. حابين نتعرف على لينكستون اكثر، شو الخدمات اللي بتقدموها؟ والله احنا خدمتنا توريد وتركيب الحجر الصناعي والطبيعي. طبعا الحجر الصناعي ده صناعه اماراتيه، بنصنعه هنا في الامارات، مواد اماراتيه. طبعا الحجر الطبيعي بنورد من الدول العربيه. طبعا عندي جروب توريد وجروب تركيب. هذا جروب التوريد طبعا عندي داخل المصنع، بصنع الحجر، عندي مكان للتصنيع، وعندي سيارات لتوصيل المواقع، وعنده جروب طبعا للتركيب داخل الموقع. تمام. عندي طبعا اول شغل، اول شيء بنعمل الحجر الصناعي، المالك او المقاول بيجيب الاوتوكاد، الفيلا نعمله تصميم بالفيلا كالشكل اللي هو عاوزه باللون اللي هو عاوزه، وبيجي يشوفه في المصنع، عندي ديزاينر انجينير، طبعا بنشوف لحد ما يكون اتعمل باللون اللي هو عاوزه، خلاص انا بشتغل عليه، بوقع مع عقد، بوقع مع كونتراكتر، خلاص ببدا ابلش في الفيلا. يعني ممكن الفيلا تاخد مني 3 شهور 4 شهور توريد وتركيب. ايوه.
أكيد أستاذ سليم من أول يوم فتحت في البزنس تبعك ليومنا هذا أكيد اشتغلت على مشاريع كثيرة وكلهم مهمين بالنسبة لك. طبعاً طبعاً. بس أكيد بيكون في كم مشروع أعطوك قفزة نوعية، أعطوك شجاعة أكثر، طبعاً. عرفوك على الكلاينتس أكثر. طبعاً. حابين نتعرف على هالمشاريع. طبعاً أنا عندي مشاريع، يعني خلوني اللي أنا مثلاً في مشروع جاب لك 10 مشاريع ورا بعض. ليش؟ من جودتنا، من عمال التركيب، من التوريد بتاعنا، من يعني من تعاملنا مع الناس بعمله كويسه. هذا افضل شيء المعامله، ده احسن شيء انك تكون بزنس. لازم تكون متعامل مع الناس، ولازم تكون الكلام اللي خارج منك يكون صادق، دي اهم شيء في البزنس. بخصوص الفتره يعني اكيد بيكون عندنا مبادئ بنمشي عليها. تمام. كيف حابب نتعرف على المبادئ تبع استاذ سليم؟ طبعا المبادئ انا عندي اهم شيء انا والاستاف بتاعي نكون كلمتنا مع المالك او المقاول واحده، نكون صادق في الكلام، دي اهم شيء. التعامل مع الزبون يكون الزبون داخل المصنع، داخل المصنع، مش داخل مصنع ياخد منه فيلا ويمشي، لا ياخد فيلا والتاني والتالت ورابع ويجي تاني يقعد ويمشي. مش الزبون يخش المصنع ياخد الفيلا، لا ما بدي اشتغل معه، لا بدي اتعامل معه يكون المصنع مصنع، يكون الزبون مش داخل بيته، يعني داخل بيته نقول داخل بيته مش داخل بيت غريب. فهذا اهم شيء عندي في المعامله. طبعا انا بسهل في الدفعات، يعني ما بمسكش على حدا بقول له تعالى لا والله انا محتاج هذا، لا تسهيلات بسهل المالك او المقاول. ان انا يعني انا مثلا بسهل في الدفعات، يعني انا مثلا والله المالك يقول لي انا ما عندي الحين دفعه بس انا بدي اشتغل عشان ما اتاخر في الفيلا، ما عندي مشكله، بوقع معه، ممكن اخذ منه شيك مؤجل، ممكن اخذ منه اقول له والله بعد فتره تجيب لي دفعه، ما عندي مشكله. يعني بسهل في الدفعات، مش بمسك، لان انا بدي خلاص ان المصنع بتاعي يتعرف، لان هذا المالك لما يجي ويشوف سمعته هيجيب واحد واثنين وثلاثه، وهيجي ثاني هذا اللي انا بدي اياه انا والمصطفى بتاعي. ما بدي اي حدا يدخل المصنع ويخرج زعلان. معكم محمد يحيى من مصنع يونيك ستون، مدير الانتاج من مصنع يونيك ستون للحجر الصناعي. حابين نعرفكم الخامات اللي احنا بنستخدمها في الحجر الصناعي. معانا بحص من راس الخيمة رقم 1، معانا رمل من عمان، احسن رمل وافضل نوع وافضل الوان، الرمل الابيض. معانا اسمنت راس الخيمه رقم 1 بنستعمله في الصبيه عشان الحجر يديله متانه اكتر. معانا هنا المصلب رقم 1، الخامات ديت خامات مستورده نظيفه جدا عشان تدي صلابه للمواد. تمام. معانا هنا الفايبر دوت بنحطه برضو في الخلطة عشان تديله صلابة اكتر، عشان الحجرة مهما تتكسر في التحميل في التنزيل ما تتكسرش. ومعانا حضراتكم دلوقتي الالوان، اللون الاحمر ده اللون دوت الماني رقم 1، الوان الاحمر احنا بنستخدمها في الحجر عشان بتدي لون افضل الالوان الصناعية. وتعالوا برضو نشوف حضراتكم جوه معانا جوه في مصر. المصنع من جوه دلوقتي احنا هنبتدي الخلطه. دلوقتي معانا البحص، تمام، زي ما انا فرجت لحضراتكم البحص راس الخيمه رقم 1، ومعانا الرمل رمل عمان دلوقتي هنحط في الخلاطه، ومعانا اسمنت راس الخيمه رقم 1. ورجعنا معاكم تاني في الالوان، ان احنا عندنا هنا بنستخدم الالوان الماني، تمام، رقم 1 في السوق عشان نضمن جودة اللون معانا وما احنا بنودي للزبون. الالوان ما تخلفش بعد كام سنة، الالوان بتفضل 25 سنة عليها ضمان. وانا بضيف اللون الابيض معايا هنا في الحجر الابيض عشان يدي لمعان واضاءة اكتر في اللون، عشان الناس كلها اكتريتهم ما بيستخدموش لون ابيض، لكن انا بضيف اللون الابيض عشان يدي لمعة اكتر في الحجر. اكيد بيجي عندك كلاينتس اكيد بيكون محتاج منك خدمه من الخدمات اللي تقدمها مصنع يونيك ستون، فبيكون عندهم ضغوط، بيكونوا يعني في حيره مش فاهمين بالضبط شو بدهم، يعني كيف انت بتقنعهم بهال؟
طبعا انا بقنعهم اول شيء بالتصاميم الفيلا. اهم شيء عندي ديزاينر، ده نمبر 1 في شغلي. طبعا لما يكون المالك شايف فيلته بطريقه روعه، لايت، الوان حلوه، طبعا بوفر لهم لايت، بدي لهم عروض. يعني انا ممكن اعمل فيلا وادي لهم عرض، طبعا ده اهم شيء برضو. مثلا اول شيء بخلي المالك يجي مش يفكر في السعر، يفكر كيف انا بدي اعمل فيلا زي ما سليم عملها. هذا اول شيء هو يفكر فيه. خلي يعني طبعا ما 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 يفكر في السعر، خلاص خلى السعر ده اخر شيء. اهم شيء انا ادي له حاجه تخليه هو ينتبه ليا، يشوف الكواليتي ويشوف الديزاين، يشوف اللون الفيلا، يشوف كيف انا اعمل له ديزاين الفيلا من خارجيه الديكورات. طبعا هذا مهم جدا. واخر شيء بينه وبينه السعر. طبعا لما يكون مواطن او مقاول خلاص بده هذا الشيء، خلاص ان هو السعر ما تحط له في السعر مش هي اكيد طبعا. الله ينور عليك. وغير كده برضه بعمل عروض، يعني انا ممكن اعمل له افضل عرض. يعني مثلا ممكن ادي له الفيلا السور الواجهه، ممكن ادي له فري مجانا. طبعا دي شيء برضه ما قدامه من عندي. في حاجات كتير بخلي المالك يتخلي يعني ينتبه لي. الله ينور عليك. غير كده طبعا غير الجوده عندي، ده اهم شيء برضه الجوده. طبعا بستعمل مواد، انا مواد نمبر 1 رقم 1 في الامارات. طبعا بستعمل اسمنت راس الخيمه، ده رقم 1 معروف في الامارات. طبعا بجيب المواد من عمان اللي هو البحص والمواد اللي بشتغل بيها. طبعا عندي مواد صلابه بتمسك صلابه الحجر اسمها الياف فايبر. طبعا هذا المواد بجيبها من المانيا. في كتير مواد طبعا بخلي المقاول او المالك يجي خلاص يجي يخش المصنع ما يخرجش منه. اكيد ما وقفت. اكيد لسه عندك طموح. لا طبعا عندي طموح، عندي طبعا. انا فتحت في ابو ظبي، بدي افتح في دبي، بدي افتح في الامارات الشماليه، بدي افتح في الفجيره. طبعا ما بدي ان انا اسكت على هذا المصنع، لا طبعا بدي افتح، اجيب مجال، افتح في مجال الرخام، يعني افتح في مجالات كتير غير مجال الحجر. بس ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله المره الجايه نشوفك باعلى وافضل. ان شاء الله المره الجايه مش تلاقوني هنا، تلاقوني في دبي والشارجه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. طبعا اكيد وفرت لك البلاتفورم، او خلينا نحكي الظروف المناسبه لتبلش وتوصل لنقطه. طبعا طبعا طبعا. في اول لقاء انا قلت دوله الامارات هي، انا فكرت افتح بزنس لان انا شفت القوانين فيها، شفت في حريه، تقدر تفتح بزنس انت مش خايف، في قانون، قانون دائم شيء، ما الحق هنا للوافد والمواطن. طبعا انت دوله الامارات دوله عظيمه طبعا، يعني ما شاء الله، يعني البيزنس فيها، اي بزنس في الامارات بيمشي. وطبعا الامن والامان، الامن والامان، امن وامان، راحه البال، امن وامان. بس ما بركز على اي شيء، ما بركز على اي شيء. طبعا دوله الامارات دوله امان وحفظ. طبعا شيوخ الامارات اليوم فضل عليا، طبعا هم برضو قوانينهم وحكومتهم خلينا افكر هنا افتح بزنس. وهذا اول شيء انا فكرت فيه. طبعا الله يديم على الدوله والامن والامان وتم الصحه والعافيه ويبارك دولة الامارات العربيه المتحده. خلال حياتي استاذ سليم شعبان سليم، اكيد كان في ناس ساندوك، ناس حبوك، ناس اعطوك السبورت. خلينا نحكي، يمكن حابين تحكي لهم شكرا على برنامجنا. طبعا طبعا اول ناس ساعدوني اهلي طبعا، وفي ناس كثير في الدوله برضو ساعدوني واستفسرت وسألت طبعا، وزوجتي طبعا ساعدتني كتير. فهذا برضو الناس اللي ساعدوني في الدولة وخلوني أفتح بزنس والكلام ده. ونتشكر كل شخص. كل ونتشكر كل شخص طبعا. خلينا نشوفه مع لقاء اليوم. طبعا. نتشكر زوجتك أكيد، هذا السند العائلي ما في. طبعا طبعا طبعا. وبنتشكرك كثير على وجودك معنا وكان لنا الشرف. طبعا للي الشرف لك واللي الشرف على الاعلام السلام. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين شكرا لوجودكم معنا اليوم، نراكم في حلقة جديدة.